طبعا احنا بنشرف النهارده بزياره هاني بيه والاعزاء الافاضل. طبعا هاني بيه وقته دايما بيبقى محدود جدا لانه ما بين المانيا وما بين مصر، لكن هو كان وعدني من حوالي 9 أشهر ان هيجي، والحمد لله ان جه اليوم ان انا قابلت حضرتك في بهيه. اولا اهلا بحضرتك في عيله بهيه، احنا ما اسمناش مستشفى بهيه، احنا اسمنا عيله بهيه، ان احنا كلنا عيله واحده، والروح دي هي اللي مخليه بهيه الحمد لله عندها مصداقيه جامده جدا عند كل الشعب المصري. من 5 سنين اما انشئت المستشفى كنا بندور على ايه اللي هنقدمه لكل ستات مصر، كنا لسه مش معروفين، بس حطينا 3 حاجات مهمه جدا بالنسبه لنا، بيلرز او اعمده او دعائم تقيم عليها بهيه. اول هذه الدعائم هي التوعيه. التوعيه كانت للاسف ما كانتش واخده حقها في مصر باهميه ان السيدات يعملوا الكشف المبكر او الكشف الذاتي لنفسهم. الحقيقه زي ما باشمهندس ماجد بيقول ان احلى حاجه في بهيه ان هي مؤمنه من بدايه افتتاحها ان المحاربه مش هتقدر تكمل العلاج وهي نفسيا مش مرتاحه. فاحنا اهتمينا قوي بفكره ان لازم طول الوقت مش بس هنجيب لها اجهزه، احدث الاجهزه واحدث الامكانيات والادويه وكل حاجه، وان المكان يبقى نظيف وجميل، لا كمان ان احنا لازم تبقى نفسيتها تبقى مرتاحه. فاحنا عندنا متطوعين مجموعتين، مجموعه من الشباب قرروا يجوا يتطوعوا بيتبرعوا كانهم بيتبرعوا بوقتهم ومجهودهم وموهبه عندهم، سواء غنى رسم، بيعرفوا يسمعوا، بيعرفوا يحكوا قصص، بيعرفوا يروحوا رحلات مع المحاربات، بيعرفوا يعملوا انشطه، بيعملوا حفلات. المجموعه الثانيه دي حاجه بتميز بهية قوي ان وهم دول الظهر بتوعنا بقى، المحاربات. هم المحاربات في اخر مراحل العلاج او بعد ما خلصوا الفتره الاولانيه في الدعم النفسي قرروا ان زي ما حد ادانا دعم، زي ما بهية جت ادتنا دعم، احنا كمان عايزين ندي الدعم لاخواتنا اللي لسه جايين. فبيفرق قوي المحاربه لما تدخل بهية واول ما تعرف من عند الدكتور ان عندها حاجه، تطلع تلاقي واحده بتطبطب عليها تقول لها انا كنت زيك، انا حاسه بيكي، انا عارفه انت هتمري بايه، هتعدي المرحله دي وهتبقي احسن من الاول، وهنبقى كلنا مع بعض في رحله العلاج لغايه ما هتيجي وهتدعمي ناس تانية. كنا انا داخله بس المستشفى دي بالنسبه لي كانت بتبقى حلم. كنت بقى قاعده 21 يوم مستنيه الميعاد اللي هروح اخد فيه جلسه الكيماوي. حد الحمد لله كان مكتوب لي 16 جلسه و17 جلسه هيرسبتين اللي هو الموجه، واخدت الاشعاع والحمد لله ربنا شفاني وبقيت الحمد لله كويسه. نوران وعلياء حبوا يردوا الجميل لبهية وما زالوا هيفضلوا طول عمرهم حتى بعد وفاتي ان شاء الله، يعني ربنا قدر، فان شاء الله نوران وعلياء هيكملوا ويحاولوا يردوا البهية حاجه كفايه. ان نوران وعلياء كانت عينيهم كلها دموع وبيداروا عينيهم مني وما بيكلموني، دلوقتي نوران وعلياء بقت عينيهم كلها دموع فرحانين ان ماما بقت كويسه وان ماما بقت خفت. بقوا بيدوروا على يوم عشان يجوا في المستشفى، بقوا يسيبوني اقعد في البيت عشان هم اللي يجوا، عشان انا عندي عبد الرحمن صغير. فالحمد لله يعني ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي نوران وعلياء. والفضل الاول واخيرا بعد ربنا طبعا بهية. بهية وقفت جنبي يعني الحمد لله، ما دفعتش ولا جنيه ولا كلفت اي حاجه. احب بقى سلمي الاول، سلمي الاول، سلمي. لقيت احلى دعم بهية بصراحة. المتطوعين كنت شرف يعني ايه دعم وعشان ايه متطوعين ومش حد، ما قابلت اجمل واحدة بهية طبعا ساندي، وقفت جنبي ودعمتني وخلتني بقيت فرحانه. حتى بعد ما خلصت علاجي وقعدت في البيت بقت تقول لي انت ما بتجيش ليه؟ ما تجيبيش البنات ليه؟ هاتيهم وتعالي عندنا زياره. بقت هي فعلا اللي تشدني لهنا. حياتي اتغيرت 360 درجه بعد ما كنت سماح اللي بتنفض وتمسح وتنزل تجيب الخضار والحاجات دي وتنام لي الساعه 2 الظهر عادي يعني. لا بقيت اقوم من النوم الصبح الساعه 5 عشان اعمل لهم اكل واظبط لهم الدنيا عشان اجي بهية. ما شاء الله عليهم هنا ودعم ممتاز، و يعني بيخرجونا من حاجات كتير قوي، بنيجي وبيعملوا لنا رحلات ويعني بيدونا هدايات بصراحه، بيطلعونا من حاجات كتير قوي. ومطوعين هنا
بجد ربنا يبارك لهم. بحس ان هم دول ولادنا، بحس ان هم نص العلاج بالنسبه لنا، دي طلعونا من النيل. طبعا شرف ليا ان حضرتك تزور بهية، والشرف الاكبر ان حضرتك تطلبني في التليفون وتطمن عليا وتقول لي انا هجيلك، وفعلا وفيت بالوعد وجيت ونورتنا، وانا عارفه ان حضرتك هتيجي تاني الزياره الجايه في فبراير حسب الظروف ان شاء الله. انا الحقيقه النهارده الموقف بالنسبه لي صعب، مش عشان حاجه، كلكم حبايبي كلهم ولادي، عشان بنتي موجوده، بنات الاثنين، فانا ما كنتش بحب احكي لان انا بالنسبه لهم عايزه ابقى جامده قصادهم. فانا هحكي لحضرتك قصتي. انا كنت مديره عام في وزاره التامينات، طلعت معاش، انا زوجه وام وجده، وقعدت بقى امارس دور الجده. فمره لقيت حاجه صغيره في صدري، فانا واخداها عادي لان انا مرضعه اولادي طبيعي، وكنت اعرف ان الرضاعه الطبيعيه تمنع اي سرطانات، بس ما كنتش اعرف ان احنا لما نكبر الدهون اللي في جسمنا بتتكوم وتعمل اورام. فالمهم انا كنت واخده الموضوع عادي، فسمعت على بهيه الحقيقه، فكلمتهم في التليفون، اتصلت بيهم، فحددوا لي ميعاد، كل ده وانا واخداه اني ما فيش حاجه خالص عندي، يعني زي الفل. فالمهم حددوا لي ميعاد، فجيت كشفت، وبعدين الدكتور حسام عمر كل التحيه ليه، قال لي طب نعمل اشعه وسونار وناخد عينه. لقيت الموضوع بقى قلب جد. بعد العينه قال لي معلش، هو صغير الورم بس متشعب في صدري كله، لازم استئصال كامل. فطبعا دي كانت طامه بالنسبه لي كبرى، كانت صعبه لاني كنت اعرف ان السرطان ده اخر المطاف. فالمهم انا كنت مخبيه على اولادي، مش قايله لهم خالص لاني عايزه افضل جامده قصادهم، مش قايله غير لاختي. فالمهم يعني اتفقت معاهم هنا على اني اعمل العمليه وكده. فقبل العمليه بيوم كانت ولاء بنتي الصغيره سمعت المكالمه، فبلغت اخواتها، فطبعا جايين في حاله ذعر، وخدوني للدكاتره بره. فدكتور الحقيقه قال لي نفس الكلام وكده، وحدد لي ميعاد معاه ان العمليه يوم الخميس، وانا هنا كنت متفقه معاهم على يوم الاثنين. فريحتهم وقلت لهم خلاص ماشي، انا هروح يوم الخميس والكلام ده كده. ومهم انا كنت هاجي لان انا ارتحت نفسيا هنا الحقيقه. فنزلت يوم الاثنين عشان اعمل العمليه، لقيتهم واقفين لي تحت. طبعا انا خايفه عليهم لان عارف حضرتك دول ثروتي وعمري وكل حاجه. فلقيتهم واقفين طبعا لان انا عارفه كل واحده اللي بتقع وما بيحبوش يشوفوا عارفين مامتهم. المهم رحنا عملنا العمليه، وكانت استئصال كامل طبعا، واستئصال لكل الغدد اللي تحت الابط. وكنت منهاره ساعتها، وكنت اعيط بالليل بس ما اجيب لهمش سيره، ابقى قصادهم مبتسمه والكلام ده كله. والحمد لله عديت المرحله دي. وبعدين لقيت كمان الدعم النفسي بقى بيكلموني لازم تيجي معانا، واندمجت في وسطهم، بقيت واحده منهم، بقيت مامتهم لان انا الكبيره اللي فيهم. بتحس ان هنا في حب حقيقي، اللي انا بقوله الحب اللي هو بيدي ما بياخدش، والحب اللي هو كله عطاء. فمؤسسه بهيه او المبنى او عيله بهيه كلها حب، لانها بتدي فعلا ما الحب ده، وده الحب الحقيقي. تاني حاجة اللي أنا بشوفها هنا أول ما دخلت طبعا اللي هم أصحاب الصوم والهم، فانبسطت جدا إن كنت برضه مهتمين بيها أو بيهم وأصحاب الهمم، فهي برضه حاجة إنسانية ممتازة، إن هنا تبين إن عيلة بهية ما بتنساش أي طلبة من المجتمع بتاعها. طالما حضرتك حبيتنا، وإحنا طبعا حبيتك قبل ما تيجي، وحضرتك بتروح أوروبا وعايش في ألمانيا، عارف ناوي تجي لنا تاني. هل حاجة وعدنا ان حاجة تبقى سفير لبهية ولمصر في المانيا، عشان دي حتة او منطقة اوروبا عموما لسه مش عارفين نوصل لها، واحنا في جاليات مصرية كتير جدا بره، ومحتاجين قامة زي حضرتك تبقى سفير لينا. فهل حاجة تبقى سفير لبهية في اوروبا؟ انا طبعا ما اقدرش اقول اوروبا كلها، لكن انا فخور ليا ان انا اخد حاجه كده، حابب اسافر لبهيه ودي من قلبي، وهتكلم عليها في كل حته حتى في المانيا، ولو الالمان جم معايا هنيجي نزورهم، وهتكلم حتى السفير الالماني انه يجي يزور هنا بهيه. فيعني دي اوعدكم ان انا، وشرف ليا ان انا اكون عضو من عضوكم.
سعيدة جدا بوجودي معاكم للمرة الثانية في بهية، وأنا بعلن بعد ما شفت الكم الجميل من الطاقة الإيجابية دي عن تطوعي لبهية، فأي وقت أنا تحت أمركم، وأنا بعلن تطوعي مع مغاربات بهية إن شاء الله أكون معاكي دايما، في انتظار منك تليفون أي وقت، أنا معاكم بدعمكم نفسيا ومعاكم متطوعة بإذن الله. ويعني مش عايزة أكتر أكتر من كده عشان دي الوقت، وناخد جولة بقى في المستشفى عشان نتفرج على الجمال والطاقة اللي موجودة والنظام والنظافة اللي يعني مفيش كلام يوصفها. بشكركم جدا. طبعا ما كنتش متخيل لما جيت هنا لاول مره، ما كنتش متخيل المنظر اللي انا شفته والاستقبال اللي انا شفته من اداره او ممرضات او عاملين في المستشفى او في الهيئه، وكمان المرضى اللي انا شفتهم كان انطباع مليان فعلا حب. ولو الواحد عايز يقول ايه معنى الحب الحقيقي، يجي هنا هيعرف معناه، اللي هو العطاء انك انت تدي دايما، تدي من قلبك، تدي تعبك، تدي حبك، تدي برضو العلاج الكافي. فكل ده موجود تحت علامة الحب هنا والمحبة اللي انا شفتها وحسيت بيها. اولا كنت فخور جدا ان انا الاقي شاب وشابات متطوعين بيشغلوا وقت فراغهم بهذا الحب والعطاء، بدل ما يعملوا اي حاجة تانية. خدمة انسانية ممتازة، واكيد ربنا هيعوضهم كل خير. لكن بقول ايه، ان دول امثال برضو لشباب اخرى نفسها تساعد ونفسها تتطوع ونفسها تعمل حاجة كويسة. فليت برضو نعلنها على اساس ان الشباب التانية او الشابات اللي عايزين يعملوا حاجة زي كده، نقول لهم تعالوا شوفوا بهية المتطوعين بيعملوا ايه. سينما، رحلات سياحية شفتها، يعني انا شفت في الفيلم حاجات انا ما اعرفهاش، في الرحلات النهرية والعاب رياضية، فديت كلها حاجات من المتطوعين والمتطوعات. فديت برضو ما لازم نقول متشكرين ليهم، متشكرين على تعبهم، واكيد يعني الحب اللي هم بيدوه للناس دي هيرجع لهم تاني باكتر واكتر. بس انا متاكد ان في شباب وشابات مصريين كتير عايزين برضو يعملوا حاجه زي كده، لو عرفوا ان في مؤسسه زي بهية اللي هي بتعمله، اكيد هيجوا فيه متطوعين كتير، لان كلهم بيحبوا الخير للناس. الواحد بيحس بشرف كبير ان انا اكون سفير لهيئه ممتازه زي دي، فيها الشخصيات الكبيره، فان انا اكون سفيرها يعني ديت يعني تعتبر نشان كبير على صدري، وهحطه دايما في قلبي.